السلام عليكم. مؤتمر MWC شانغهاي مستمر بالصين في أكبر استعراض للتكنولوجيا الصينية حتى اليوم، بس حلقة اليوم خاصة عن برنامج الصدمة بس بنسخة أوبو. أوبو صاحبة العزيمة والابتكار بمجال التكنولوجيا خصوصا بالهواتف النقالة، أعلنت اليوم عن شيئين سببوا صدمة لكل عالم التكنولوجيا، وهاي صدمة من النوع الزين أو الجيد، لأن راح تدفع بكل صناعة الهواتف للأمام. مرحبا وياكم حسن، حلقة اليوم مليانة مفاجآت من الصين، ظلوا ويانا للأخير لأن آخر خبر أحلى من أوله واثنينهم روعة. أوبو أعلنت عن قرب اكتمال تقنية جديدة بعالم التصوير وشاشات المحمول، وهي تقنية كاميرا السيلفي تحت الشاشة أو Under Display Camera، بدون قطع، لا على شكل دمعة ولا نوتش ولا أو ولا في ولا أي بطيخ. كاميرا سيلفي تحت الشاشة، زين شلون سوتها أوبو؟ حتى تحل هذا اللغز سوت عدة أشياء. أولها خففت من كثافة البكسلات بالمنطقة اللي بيها الكاميرا، يعني لو تركز بيها زين تشوف المنطقة شوية باهتة. الثاني استعملت متحسس عملاق للتصوير وبفتحة عدسة عملاقة أيضا، وحتى حجم بكسل الكاميرا صار عملاق. سوفتوير ومعالجة رقمية متقدمة جدا للإضاءة والتباين والظلال والألوان، كل هاي الحلول سوتها أوبو حتى تسمح بمرور أكبر كمية من الضوء للكاميرا اللي جوا الشاشة. بس حسب المعاينة الأولية للنموذج التجريبي لهذا الهاتف، شافوا التقنيين أن الصورة المأخوذة تحتاج بعد شوية تعديل أكثر حتى تواكب وتوائم معايير صور السيلفي للأجهزة الرائدة الحديثة. زين هسا نقول هاي الشغلة جمالية ومو كلش مهمة لهواية ناس، نوتش أو قطع ما يأثر على التجربة مال التليفون. أنا أقولكم صح، بس الخبر الثاني هو الأهم برأيي، ورح يعلق نجم أوبو بكل العالم، لأن يوفر ويوفر ويوفر هواية فلوس. شوفوا شلون. كنا نعرف انه الاي مسج والبي بي ام او انظمة الرسائل المجانية على الانترنت الخاصة باجهزة الابل والبلاك بيري، لما اكو انترنت تقدر تدز وتستلم رسائل ببلاش. بس اوبو اليوم سحقتهم وعلنت عن اول نظام للاتصال الصوتي والمسجات والمسجات الصوتية المجانية. هاي اول فيكة مجانية بين اجهزة اوبو المستقبلية، وبدون الحاجة، وانتبهوا أصدقائي، بدون الحاجة إلى واي فاي أو بلوتوث أو حتى شبكة هواتف خلوية، وبمدى يوصل إلى 3 كيلومتر، يعني لا نت ولا بلوتوث ولا واي فاي ولا حتى أكو شبكة تغطيك. خابر وسولف ومسجات ببلاش وببلاش. زين هاي شلون سوتها الغالية أوبو؟ أقولكم أصدقائي، أوبو علنت عن تطويرها لشريحة اتصال خاصة منخفضة التردد وقليلة الاستهلاك للطاقة بأجهزتها المستقبلية. هاي الشريحة راح تسوي مثل شبكة داخلية أو لان بين الأجهزة، مما راح يوفر ميزة اتصال لاسلكي لا مركزي ومتحرك أو ووكي ووكي مثل ما سمت. وهذا الميزة فريدة وراح تصير لأول مرة بالعالم. زين السؤال اللي ينطرح هنا، جودة الاتصال شلونها؟ حسب أوبو تقول إنه الجودة الحالية جيدة، لكن هي تطمح لرفع مستواها إلى أعلى ما يمكن قبل إطلاق الخدمة. ومو بس هاي، أوبو قالت إنه هي تريد تزيد مداها عن 3000 متر اللي هو المدى الحالي والفعال لهاي الخدمة، عن طريق جعل الأجهزة القريبة منك كمحطات أو ريليات للإرسال والاستقبال مقوية للإشارة بينك وبين الهدف المراد الاتصال به. يعني أوبو تقول كل ما زادت الأجهزة اللي تستعمل هاي التقنية المدى راح يزداد، لأن الأجهزة اللي بالطريق بينك وبين الشخص اللي راح تتصل به راح تعمل كمحطات تقوية لإشارتك حتى توصل لأبعد من المدى الحالي. وهنا لازم نرفع القبعة على أوبو وأشيد بيها على هاي الانفجارات التكنولوجية لشركة عمرها بالسوق ما يزيد عن 20 سنة، وهاي التقنيات راح تغير مسارات عديدة بصناعة الأجهزة المحمولة كلها، وحتى بكل صناعة انترنت الأشياء والأجهزة المنزلية الذكية، وحتى بعالم الإعلانات والدعايات. هذا كان ما عدنا من حلقة الصدمة الإخبارية لهذا اليوم، أتمنى تكونون استمتعتوا بالفيديو ونشوفكم على خير إن شاء الله. في أمان الله.